بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على مكون موجود في كل بيت هيساعدنا في زيادة وزن الزغاليل وزيادة حجم الزغاليل. لو انت بتدور على تسمين الزغاليل، الزغاليل اللي هي بتبقى ضعيفة اللي كلنا طبعا بنشتكي منها فترة من الفترات كده، بيطلع عندنا زغاليل بتبقى مقفعة زي ما احنا بنقول كده، وبنلاقيها خاسة رغم ان الأصوص عندنا أحجامها كبيرة. هنتكلم على المكون ده كمان، هيساعدنا في زيادة الإنتاج وهيساعدنا إن شاء الله في حل مشاكل كتيرة جدا من الأدوية والعلاجات. مرض موجود كانكر حويصلي، أي مرض من الأمراض دي إن شاء الله الحاجة دي سهلة وبسيطة جدا وموجودة زي ما أنا بقول كده في كل بيت، هتساعدنا إن شاء الله في حل جميع المشاكل، زائد إن هي كمان لها مفعول قوي جدا مع الزغاليل ومع الأصوص الكبيرة. إن شاء الله النهاردة هتكلم على الثوم. الثوم يا جماعة اللي هو فص الثوم الصغير ده ممكن إن أنا أجيبه فعلا أعتبره إن هو من الإسعافات الأولية بالنسبة طبعا للأمراض. لو أنا عندي مثلا إسهالات، أي نوع من الإسهالات، ومش قادر إن أنا أحل المشكلة، وعلى ما أشوف طبعا العلاج بيكون الفرد واقع مني، صدقني عليها مفعول السحر. أنا بمسك كل قص من الأصوص اللي عندي سواء كبير أو صغير، بمسكه بديله نص فص ثوم للأصوص الكبيرة لو كان الفص صغير، لو كان الفص كبير بقسمه على نصين يعني ربع، وبمر كده على الأصوص بتاعتي كلها. بعالج طبعا مرض اللي هو أول حاجة البكتيريا اللي هي بتبقى داخل معدة فرد الحمام أو داخل الأمعاء، زائد إن أنا بقضي على الديدان. أنا ما بحتاجش الجرعات الديدان اللي أنا بدور عليها، لأن طبعا الثوم مضاد حيوي طبيعي وقاتل للديدان أو طارد للديدان. فدي كده طبعا الأصوص اللي عندي الكبيرة ما بتنقلش اللي هو الكانكر نتيجة الكلفة الملوثة أو المية الملوثة للزغاليل، فبالتالي الزغاليل عندي بيطلع حجمها كبير. زائد كمان إن أنا بدي للزغلول ذات نفسه من بعد عمر أسبوع كده أو 5 أيام بيبدأ الزغلول يدبس، بديله ربع فص ثوم، بمر برضو كده على الزغاليل بتاعتي كل 3 أو 4 أيام بديها ربع فص ثوم، يعني مرة أو مرتين في الأسبوع، صدقني ليها مفعول السحر في زيادة وزن الزغاليل. يبقى كده يا جماعة ده يعتبر من المضادات الحيوية اللي هي بتعالج الحمام بتاعنا، يعالج الإسهالات، الكانكر، أي مرض طبعا من الأمراض اللي هي انت بتدور على العلاج بتاعها ومش قادر تحل المشكلة او مش قادر تشخص المرض بتاعك، فحاول انك انت تجيب كده ربع فص ثوم وبتديه للفرد بتاعنا لمدة 3 أيام، صدقني ليها نتيجة رهيبة جدا جدا مع الحمام بتاعك ومع الأصوص اللي هي تعبانة. لو في حالة كشاشين برضو ممكن تستخدم معاها فص ثوم، حالة اسهال، كانكر، اي نوع من الانواع اللي هي البكتيريه، طبعا ده بيعالج الحمام بتاعنا. والثوم كمان يا جماعه له كذا طريقه ممكن استخدمها بيه للحمام بتاعي، وممكن ان انا اعود الحمام بتاعي على ريحه الثوم، احط فص ثوم في وسط الكلفه بعود الحمام بتاعي على الريحه اللي هي بتاعه الثوم. بعد كده لما ببدا ان انا حتى لو عفرت الكلفه بالبصل بودر او الثوم بودر، او ان انا ممكن ان انا اعصر عصرة توم كده وابدأ ان انا انشف بيها الكلفة او ارشها على الكلفة وابدأ اقلبها واسيبها تنشف. دي برضو طريقة مهمة جدا جدا لو انا عايز اقدمها للحمام بتاعي باستمرار وعايز اعالج الحمام بتاعي، او ان انا احصن الحمام بتاعي وما يجلوش اي امراض، ممكن ان انا اقدمه بالطريقة دي كده. الطريقة التانية ان انا ممكن زي ما احنا شايفين كده ببدأ ان انا احط الثوم وهو معصور كده واسيبه لمدة 2 ساعة وابدأ اسحب بالسرنجة على الاصوص كلها سواء مريض او غير مريض، ببدأ اديله 3 سنتي بالفم مباشر، مفيش اي مشكلة. طبعا الاعشاب ان لم تنفع لن تضر، وباذن الله الاعشاب دايما بتنفع مع الحمام بتاعنا. كده بعالج الحمام بتاعي وبحافظ عليه من اي امراض، وخاصة الامراض البكتيرية اللي هي بتبقى منتشرة في فصل الشتاء، وبحافظ على وزن وزيادة وزن الزغاليل بتاعتي وبكبر الزغاليل بتاعتي فعلا بالثوم اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى كده دي الحاجات اللي انا اتكلمت عليها بالنسبة للثوم، وبالنسبة ان انا بعتبره اسعافات اولية بالنسبة للحمام بتاعي، وفعلا هو يعتبر من الاسعافات الاولية. جرب كده لو عندك اي فرد فيه اي مرض واديله نص فص ثوم اذا كان فرد كبير، ربع فص ثوم لو هو لسه مثلا صغير، شوف كده النتيجة ان شاء الله باذن الله هتحل كل المشاكل اللي عندك بدون اي ادوية بدون اي تكلفة، بتكلفة بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. دي كده بتكون نهاية حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناة، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.